الشيخ شريعه ما في اهتمام. اشكر السيد رئيس الجمهوريه نشاطات الشباب اول الامر مدير السعاده وسعاده. اشكر السيد محافظ الايام السلمانيه وكبير الربح. اشكر السبع حدود. اشكر اساتذتي الفنانين الرواد الاوائل الذين سبقونا في هذا الميدان ونعتبرهم نقراصا روادا شعلا تضيف طريق جيلي حقيقة. هذه التظاهرة ذات أثر نفسي كبير بالنسبة لي، لأن أحضر أمام قامة كبيرة كما الفنان أحمد قدري، وأنا ثقيل الحجم أمامه. أنا أعني ما أقول. في العام 51 كان فنانا يمثل الجزائر في القاهره وفي الاسكندريه. في العام 51 كان عمري عام، اي كنت بنصف اصبعي. فعندما يمتد بالعمر لاقف امام هذه القامه فتلك نعمه من رب العالمين. اشكر الله، احمد الله أن ألتقي بزميلي وصديقي الذي تزامنت معه في عمل فني كبير هنا في الجزائر في العام 76، الفنان الكبير والقدير مصطفى زميلي. أن ألتقي به بعد 42 عاما فتلك معجزة. 42 عام يا عمر. يعني من 42 عام الذي كان طفلا أصبح الآن رجلا ناضجا تعدى الأربعين. أشكر الله تلك نعمة حقيقة أنعم الله بها علي في هذا اليوم وفي تلك المناسبة. لن أطيل عليكم، سوف أقرأ التوصيات مباشرة. قبل التوصيات أشكر زملائي في لجنة التحكيم، دكتورة خيرة بروتو، أستاذ الإخراج المسرحي في كلية الآداب الأدب العربي والفنون بجامعة بوستغان. أشكر الأخ والزميل والصديق جمال محمدي الذين سهروا وتعبوا وبعد مشاهدة العروض مع الجمهور كانوا يسهرون في الفندق مراجعة أيضا مشاهدة ثانية للأعمال وللتفحيص وللفحص والتدقيق والمراجعة حتى يستقروا على من هو الذي يستحق أن ينال الجائزة. التوصيات. رأت اللجنة التوصيات التالية. واحد، على لجنة اختيار الأفلام المتنافسة الفصل ما بين الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، وذلك بتخصيص أيام عرض خاصة وأيام خاصة بالأفلام القصيرة، أو تعيين لجنتين أحدهما خاصة بالأفلام القصيرة والأخرى خاصة بالأفلام الوثائقية. من عن الخلط؟ اثنين، بما أن الأيام السينمائية خاصة بالهواة، يجب أن تكون الأفلام التي يشارك فيها فنيين وتقنيين أو ممثلين محترفين حديثة الإنتاج، ولم يسبق لها الحصول على جوائز وطنية أو دولية لإعطاء الفرصة للهواة ولتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة. على لجنة الانتقاء التدقيق في اختيار الأفلام المشاركة
في المنافسة نظراً للتفاوت الكبير في مستوى الأفلام المشاركة في هذه الطبعة. 4. مراعاة الأفلام أن تكون حديثة الإنتاج وأن لا يمضي على إنتاجها 3 سنوات على الأقل. 5. مراعاة التكوين والمناقشات بعد العروض نظراً لأهميتها في مثل هذا المهرجان، أهمية للمشاركين وللجمهور أيضاً. 6. فترة الأيام لهذه التظاهرة غير كافية، 3 أيام غير كافية، ونأمل مستقبلاً تمديد الفترة. وشكراً. أولاً جائزة لجنة التحكيم، جائزة خاصة تمنح من لجنة التحكيم ويقدمها الفنان القدير أمين بوعتا. جائزة لجنة التحكيم فيلم للمخرج الشاب محمد الطاهر بوكاف. الجائزة الثالثة تقدمها الفنانة القديرة حفيظة ضياف. الجائزة الثالثة في هذه المنافسة الفنانة حفيظة بن ضياف. الجائزة الثالثة في هذه الفعالية. شكرا أستاذة، شكرا.
فيلم موقعي حاز الجائزة الثالثة في هذا المهرجان وأيام السينما للفيلم القصير والوثائقي بوسعدة. يتفضل محافظ المهرجان. الجائزة الشاب المخرج كمال عن فيلمه موقعي. الجائزة الثانية تقدمها السيدة مديرة متحف نصر الدين ديني. تتفضل مديرة المتحف السيدة زهرة من جلات. السيدة زهرة آية من جلات مديرة المتحف الوطني نصر الدين ديني لتسليم أو فتح ظرف الجائزة الثانية في هذا المهرجان. تفضل أستاذة. شوية سيسبانس. طبعا جوائز شهادات شرفية زي مبالغ مالية. الجائزة الثانية عادت إلى فيلم إلهامي إلهامش شكرا سيدتي. محسن حمادو. يلعبوا هذا اسمين حسن المواضر هذا. ندعو أستاذ كبيش ممثل مؤسسة ريد موشن. ممثل مؤسسة ريد موشن ندعوه لأن ينص رفقة رئيس لجنة التحكيم. السيد كبيش خالد. كبيش. يتفضل إلى المنصة لأنه يكون الراعي الرسمي للفائز بالجائزة الثانية. كبيش يتفضل مع رئيس لجنة التحكيم. اقتربنا من لحظة الحسم والدقيقة الأخيرة في هذه الفعالية. الجائزة الأولى. اللحظات الأخيرة. الجائزة الأولى. الجائزة الأولى في أيام السينما للفيلم القصير والوثائقي بمسعدة. يتفضل معنا أستاذ سليم نصر لوسط الجائزة الأولى يقدمها أستاذي الكبير والقدير والذي أهبط إليه بكل سعادة لكي يقدمها الفنان الكبير أحمد قدري. أستاذ أحمد قدري يتفضل بفتح ظرف الجائزة الأولى في هذه الفعالية. الجائزة الأولى في فعاليات أيام السينما للفيلم القصير والوثائقي بمساعدة. الظرف يفتح في هذه اللحظات من طرف الممثل القدير أحمد قادري لمشكور على القدوم ومشكور على صبره. يلا عمي. الفيلم القصير اللي جاز هو قريقة سميت الحي. الجائزة الأولى. كان علي فوقنا من طلع فتاة حسناء. الجائزة الأولى في هذه الفعالية لفيلم الوردة الحمراء. تحية كبيرة للمخرجة الشابة. بالبركة إن شاء الله.
candidates et les candidats qui font participer à ce film. Je tiens à remercier vraiment les membres du jury. Ça me fait plaisir d'être parmi vous et d'être parmi les premiers. Ça a vraiment plaisir. Merci pour tout le monde.